أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة، ونتابع على مدار الساعة. الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين لكل من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. ونتابع فيها أيضا دكتور مدبولي خلال أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد يناقش الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة. كما نتابع اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني تزامنا مع اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي لبحث الرد على مقترح حركة حماس لوقف العدوان على قطاع غزة. وأيضا حزب الله اللبناني يطلق أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل، ووزير الجيش الإسرائيلي يقول إن الرد الإسرائيلي سيكون حاسما. ونتطرق لبدء تصويت الناخبين في بريطانيا ومؤشرات على قرب رحيل حزب المحافظين عن السلطة بعد 14 عاما في الحكم، وأيضا صعود حزب العمال إلى السلطة في بريطانيا من خلال المؤشرات الأولية. فما هي التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة في بريطانيا، وماذا قدم ريشي سونك للبريطانيين على مدار الأعوام السابقة؟ ونبدأ معكم بالمتابعة لهذه الأخبار بتفاصيلها، حيث شهد الرئيس السيسي أداء حلف اليمين لكل من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. كما منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار عادل فهيم عزب و رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. وفي هذا السياق أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، ومشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن. وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأكد خلال مؤتمر صحفي حرصه على اختيار أفضل الكفاءات القادرة على العمل والإنجاز في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية نتيجة للأزمات الخارجية غير المسبوقة والوضع الداخلي. اسمحوا لي الحقيقه في البدايه طبعا ان انا انتهز الفرصه ان انا اوجه الشكر لفخامه الرئيس على تجديد الثقه في شخصي وتكليفي طبعا بتشكيل الحكومه الجديده. وللحقيقه يعني قعدنا فتره يعني كان مهم جدا واهتمام شديد باختيار افضل الكفاءات اللي تكون قادره ان شاء الله على العمل والانجاز في ظل التحديات اللي احنا بنواجهها النهارده كدولة مصرية، سواء طبعا نتيجة للأزمات الخارجية الغير مسبوقة والوضع الداخلي. وعشان كده يمكن الحقيقة كنت حريص كل الحرص في عملية الاختيار ان احنا نكون بنختار كفاءات وطنية لديها خبرات محلية ودولية ايضا تكون قادرة على تحقيق التوجهات والتكليفات اللي فخامة الرئيس وضعها في خطاب اللي وجهوا لي في إطار تكليف الحكومة بالمهام الجديدة. كما أكد رئيس الوزراء أن الحفاظ على محددات الأمن القومي من أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة. يعني المحددات الرئيسية يعني والتوجهات والأهداف اللي وضعها فخامة رئيس الحكومة، أول شيء طبعا الحفاظ على محددات الأمن القومي في ظل التحديات الكبيرة اللي بتواجهها الدولة النهاردة في الظروف الخارجية اللي حضراتكم كلكم شايفينها واللي بتتغير كل يوم وممكن يحصل فيها تطورات. وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، وهنا يمكن ملف الصحة والتعليم على الأخص وأيضا الثقافة بيشغل أهم التحديات وأهم النقاط اللي لازم الحكومة إن شاء الله هتكون شغالة عليها.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه عقب إعلان التشكيل الوزاري الجديد استقبلت الأسواق المحلية والعالمية الأمر بالإيجاب، حيث ارتفعت السندات المصرية في الأسواق الدولية. وأوضح أن مؤشر مدير المشتريات ارتفع لأول مرة منذ 3 سنوات لأعلى رقم ليبلغ 49.9 نقطة، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يعتبر أكبر استطلاع رأي لرجال الأعمال والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية. الأسواق العالمية والأسواق المحلية استقبلت عملية الإعلان عن التشكيل الجديد، لأن هو الحقيقة الحمد لله زي ما حضراتكم شفتوا من أكبر التغييرات اللي تمت من حيث الأعداد ومن حيث الشخصيات. وكنا حريصين كل الحرص أيضا في الاختيار أن نجيب زي ما قلت لحضراتكم وجوه، طبعا الخبرة شيء مهم جدا، ولكن يكون هناك وجوه شابة. نزلنا الحقيقة بالمتوسط العمر بتاع الحكومة كله يعني إلى الخمسينات، هناك نواب للوزراء والمحافظين كمية هائلة من الشباب والسيدات، وده دايما توجيه سيادة الرئيس لتمكين الشباب والمرأة، وعشان كده يمكن كان هناك استقبال بصورة إيجابية. انعكس طبعا في ان سعر السندات المصرية ارتفع بصورة غير مسبوقة في الأسواق، وده شيء جيد جدا. أيضا يمكن كان صدر معاها بالمصادفة أمس مؤشر مدير المشتريات اللي يعني وصلنا لأول مرة من 3 سنين إلى أعلى رقم اللي هو 49.9 أو يعني 50، وهو معنى أنك توصلت الـ50 يبقى معناها أن الدولة أو الاقتصاد في إطار النمو الإيجابي. كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد استهل أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد بمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء، بهدف تخفيف الأحمال سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة. وأكد الدكتور مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بالإسراع في دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية. ولفت رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصا شديدا في أول يوم عمل بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار ووجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة أي طارئ. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة الذي خصصه مدبولي لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق بحضور عدد من الوزراء الجدد. وشدد رئيس الوزراء على أنه يتعين وجود تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة من جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية. إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة والمستجدات في هذا الشأن، حيث بدأت أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. يأتي الاجتماع الذي يعقد بناء على طلب فلسطين وأيدته الدول العربية في ضوء استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني على مدار نحو 9 أشهر متواصلة، فضلا عن إقرار حكومة الاحتلال مؤخرا سلسلة من العقوبات العدوانية ضد دولة فلسطين تهدف إلى منع تجسيد استقلالها على الأرض والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى التوسع الاستعماري الاستيطاني.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من رام الله الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال. دكتور رمزي، يعني كيف أهلا بحضرتك على شاشة قناة النيل الأخبار، ونتحدث عن أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بالطبع لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، فكيف تتوقف عند أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بالتزامن مع اجتماع للحكومة الإسرائيلية اليوم أيضا للرد على مقترح حماس لوقف العدوان في غزة؟ شوفي، يعني واضح أن هذا الاجتماع أيضا هو نتاج لما حدث في القمة العربية في البحرين، وأساسا القمة العربية تحدثت عن أهمية الدور العربي في اللجنة السداسية بالذات في اليوم التالي بعد العدوان. اليوم الموضوع مهم لأنه هذا الاجتماع حتى يناقش موضوع المبادرة الأمريكية، خلينا نسميها، مع التعديلات الأمريكية في باب السلام، ومتوقع أنه في أضواء إيجابية لتحقيق. يعني اليوم ردت حماس، قالت أنه تعاملت بروح إيجابية، تعاملوا ردوا للطرف المصري أنهم مستعدين للحوار حولها، يعني هذا دور إيجابي. بقي الرد الإسرائيلي، واعتقد انه ما دام الامريكان قدموا هذا الموضوع فبالتالي يعني هم قدموه باسم الاسرائيليين اساسا، فممكن يكون في اضواء جيده لهذا السبب. اجتماع الجامعه العربيه ممكن يكون خطوه في يعني الدعوه جميع الاطراف لتحقيق السلام، وبالذات دعوه للحكومه الاسرائيليه لوقف العدوان انسجاما مع الردود الايجابيه بين قوسين لحماس والطرف الفلسطيني في هذا الموضوع. نعم دكتور رمزي، يعني في اليوم 72 بعد المئتين تتواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وأيضا الضفة الغربية المحتلة، فمن خلال متابعتك وعلى مدار هذه الأشهر الطويلة، متى تضع هذه الحرب أوزارها ويتوقف العدوان على قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية؟ يعني هذا السؤال صعب لأن الطرف الإسرائيلي لا يريد أن يحدد موعدا لنهاية أهدافه من هذا العدوان. حتى الآن وجميع التصريحات تقول الإسرائيلية علنيا ويقول أنهم بدأوا في المرحلة الثالثة، ليس يعني إنهاء الحرب، هم في المرحلة الثالثة للعدوان، وهذه المرحلة أساسا تقتضي بتمركز القوات الإسرائيلية على محور فلادلفيا وعلى حاجز سرين وعلى المنطقة العازلة بين غزة وفلسطين 48 أو فلسطين الداخل إضافة إلى بيت لاهي. فبالتالي هذه المرحلة هدفها الأساسي تمركز قوات الاحتلال، بمعنى فصل شمال وجنوب قطاع غزة والتدخل السريع كما يحدث في الضفة الغربية، فهي مرحلة تعبر عن احتلال دائم لقطاع غزة وإلحاقه بالوضع الغير معروف في الضفة الغربية، يعني الضبابي. بالتالي يعني من الصعب التكهن في موعد، لأنه حتى الضغوط الأمريكية خفت، إذا لاحظتوا انه يعني الضغوط الامريكيه بضروره وقف العدوان وضروره الالتزام مع قرارات الشريعه الدوليه خفت، لانه اليوم الامريكان يعني منتبهين لموضوع دخلوا في سباق الانتخابات الامريكيه المنعقده التي ستعقد في نوفمبر القادم، ونتنياهو سوف يذهب خلال الايام القادمه الى واشنطن الى الكونغرس لعرض كلمه وربما يلتقي مع بايدن. اتوقع انه سوف يكون هناك سؤال مركزي من النخب الأمريكية، متى سيتوقف الحرب وما هو شكل اليوم التالي للعدوان. ولذلك أنا متفائل أن تحدث صفقة، يعني أن الأجواء الإيجابية يمكن أن تؤدي صفقة، والصفقة هذه أعتقد، لا أريد أن أزيد تفاؤل، لكن أعتقد أنها سوف تكون فقط تغطي 45 يوم الأوائل اللي هي المرحلة الأولى، يعني بعدها الأمور خاضعة للتفاوض ويمكن أن تحدث انتكاسات وممكن ان تحدث ايجابيات في التعامل، ولكن حتى الان يعني هناك اجواء ايجابيه لتحقيق صفقه للمرحله الاولى اللي هي 45. نعم، اسرائيل اعلنت انها تدرس ايضا اليوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء رد حركه حماس على اقتراح الهدنه لوقف اطلاق النار في القطاع، فيعني اذا واستمرارا لسياق الحديث وذكر هذه الوساطه والموقف الامريكي، فما هو مصير هذه الجهود المصريه والقطريه والامريكيه لوقف اطلاق النار في قطاع غزه؟ شوف، الجهود المصريه والقطريه واضحه، يعني لولا الجهد المصري والقطري ما
كان في صفقة ولا كان في تفاوض هذا الموضوع، يعني خاصة القطريين كانوا يضغطوا على حماس بالجانب، والمصريين يتحدثوا مع الولايات المتحدة بشكل كبير جدا وحديث، ونقلوا وجهة النظر العربية والفلسطينية بشكل واضح. فبالتالي الدائرة المصرية القطرية مهمة في هذا الموضوع. الشرط الأساسي كما تم تسريبه كانت حماس تشرط أن المرحلة الأولى يتم فيها وقت إطلاق خاصة في الأسبوع الأول من هذه المرحلة. التسريبات التي لدينا تقول أن حماس أوقفت هذا الشرط، يعني قالت أنه يمكن المضي قدما في المرحلة الأولى اللي هي 45 يوم بدون إعلان وقف إطلاق النار، والمرحلة الثانية هي تبدأ فيها مرحلة إطلاق النار، وقف إطلاق النار وتبادل العسكري. بالتالي هذا نوع من الإيجابية، يعني بالتالي هذا كان إسرائيل تشدد علينا لن تقف الحرب، لن توقف الحرب. فبالتالي كان الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية تتحدث عن حتى على الأقل المرحلة الأولى، يعني ممكن المضي قدما كإجراءات حسنية دون إعلان وقف الحرب ودون إعلان وقف كامل إطلاق النار. فبالتالي في إنجاز، يعني في تحقق لإنجازات معينة في هذا الموضوع. يعني الصعوبة أعتقد في المرحلة الثانية ليست في المرحلة، ولكن يعني مجرد الوصول إلى صيغة توافقية في المرحلة الأولى يمهد الطريق بشكل إيجابي للمرحلة الثانية. وبشكل عام يعني ما دام المصريين والقطريين توسطوا في هذا الموضوع في المرحلة الأولى، هم عندهم قناعة كبيرة أنه يمكن الوصول إلى حل ووصول إلى ضمانات لجميع الأطراف أنها تصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ولكن إحنا كفلسطينيين نعتقد ونكاد نجزم أن إسرائيل لن يعني حتى بعد انتهاء المرحلة الثالثة لن توقف انسحابها أو لن تقوم بانسحاب قواتها من قطاع غزة على الأقل خلال سنة، على الأقل خلال سنة. وهذا ما أعلنه جلن وأعلنه نتنياهو بشكل، وقال إن الحرب طويلة على الإرهاب بين قوسين، هكذا تحدث. بل إسرائيل لها مطامع في تفتيت الهوية الوطنية الفلسطينية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، والاستعمار الكولونيالي الصهيوني لن يقدم لنا دولة. يعني هذا يعني تحدثوا به صراحة وقالوا لا نريد لا حماسستان ولا فتحستان، يعني تحدثوا علنا فيه. وبالتالي ماذا يريدون؟ يريدون الفوضى المنظمة. هذه الفوضى أنه عدم وجود كيان فلسطيني موحد يحكم غزة والقدس الغربية، وبالتالي تلاشي حتى منظمة التحرير والسلطة الوطنية. ويريدوا أيضا أنه هذه الفوضى لا تنجم عنها أي اعتداء بين قوسين أو ضربة عسكرية موجهة من قطاع غزة والقدس الغربية لإسرائيل. يريدوا ضمان أمنهم. الصراع ما زال في بداية باعتقادي مع الكيان الإسرائيلي. الكيان الإسرائيلي استغل ما حدث في 7 أكتوبر وتوغل في الضفة الغربية وغزة بهدف القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني كاملا ومنع إقامة الدولة الفلسطينية. وهذا بالتالي يتطلب موقف عربي، موقف عربي داعم لأهمية تمثيل الشعب الفلسطيني خلال منظمة التحرير، والإصرار على أن الحل النهائي واليوم التالي والعدوان يجب أن يكون في إطار دولة فلسطينية، صفقة سياسية شاملة. نعم، يعني إذن دكتور رمزي في ضوء ما ذكرت، كيف يمكن التوافق حول مقترح من الطرفين وشكل هذا المقترح وبنود أو أبرز ملامح، وأيضا يعني شكل الحياة في قطاع غزة ومن سيدير شؤون قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء هذه الحرب أو وقف إطلاق النار؟ شوف، المسألة متعلقة بماذا يريد الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي بسط سيطرته تقريبا على جميع أنحاء قطاع غزة، وبالتالي هذا الاحتلال يعني عنده ثلاث قضايا أساسية. وأول قضية منع إقامة الدولة الفلسطينية، وبالتالي عدم تسليم القطاع لأي سلطة مركزية، ممكن أن يسلمها لسلطات محلية عشائرية، رجال أعمال، روابط قرى إلى آخره، لكن سلطة مركزية لجميع قطاع غزة بالتالي لا يريدها. حتى القوى العربية اللي اقترحت المنامة، يعني الدول العربية بدأت مصر وقطر، يعني مصر غير متشجعة لأنها لا تريد أن تنوب عن الاحتلال الدول العربية. يعني الاحتلال موجود ودول عربية تنوب عنه وتحمي الاحتلال. بالتالي الشرط العربي كان في قمة البحرين انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة حتى نوصل قوة عربية في هذا الموضوع. لهذا أنا أعتقد أنه الحل اليوم في مشروع أمريكي يتم تداوله تحت الطاولة ليس علنا، يتحدث عن ما حدث في العراق، يعني يتحدث عن سلطة دولية أو قوات دولية تبدأ في مدينة غزة وسرعان ما تنتشر في هذا الموضوع. ولكن حتى تجربة العراق فاشل، يعني تجربة العراق لم تؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، بالعكس
هناك فوضى بعيدا عن بغداد، هناك ميليشيات عسكرية، هناك سلطات مدنية أحيانا متصارعة. لهذا لا نريد أن نعيد إنتاج يعني ما حدث في ليبيا والعراق والسودان من تواجد قوات دولية هدفه فقط حماية مصالح الاستعمار وليس تحقيق الهوية الوطنية النضالية والدفاع. نعم. اليوم احنا في مأزق والدول العربية في مأزق، لأنه إسرائيل لا تريد الانسحاب من قطاع غزة، تريد بقاء قواتها. ودليل على ذلك حتى فتحت معبر عين كرم اللي هو كرم أبو سالم، فتحت هذا المعبر نيابة عن معبر رفح وأغلقت هذا المعبر وحرقت معبر رفح ووضعت قواتها العسكرية في هذا المعبر. وبنفس السياق معبر نكسرين بنوا يعني حد فاصل كبير مثل جدار، جدار كامل عسكري في منتصف قطاع غزة يمنع حتى عودة النازحين إلى بيوتهم في شمال قطاع غزة. احنا بنحكي عن احتلال كامل ودائم غير معلن من قبل قوات الاحتلال. نعم. دكتور رمزي عودة، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، كنت معنا هاتفيا مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا لك. ونستكمل معكم هذه التغطية ونتحدث بعد هذا الفاصل عن التطورات أيضا والتصعيد على الحدود اللبنانية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه مواقع أطلقت منها صواريخ في جنوب لبنان على شمال إسرائيل، وكان حزب الله اللبناني قد أعلن استهداف أكثر من 10 مقار عسكرية إسرائيلية عبر الحدود بأكثر من 200 صاروخ وبسرب من المسيرات الانقضاضية. مع تفاقم التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه مواقع أطلقت منها صواريخ في جنوب لبنان بعدما عبرت عدة مقذوفات وأهداف جوية مشبوهة الحدود وفقا للبيان الذي أصدره. كما أكد جيش الاحتلال أن دفاعاته الجوية تمكنت من اعتراض أهداف ومقذوفات عدة، مضيفا أنه نتيجة سقوط بعض القذائف واعتراض أخرى اندلعت حرائق في بعض المناطق لتقوم فرق الإطفاء بإخمادها. من جانبه أعلن حزب الله اللبناني في بيان له قصفه بسرب من المسيرات الانقضاضية عددا من المواقع العسكرية الإسرائيلية عبر الحدود، وذلك في إطار الرد على استشهاد القيادي البارز في الحزب محمد ناصر في غارة إسرائيلية يوم الأربعاء الماضي في جنوب لبنان. كما أوضح حزب الله أيضا أنه استهدف عدة مقار عسكرية إسرائيلية عبر الحدود في شمال إسرائيل وفي الجولان السوري المحتل بأكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع. وكان حزب الله قد تبنى الأربعاء كذلك قصف مقار عسكرية إسرائيلية عبر الحدود بأكثر من 100 صاروخ ردا على استشهاد القيادي محمد ناصر. ويعد محمد نعمة ناصر المعروف بالحاج أبو نعمة هو ثالث قيادي كبير يقتل في جنوب لبنان منذ بدء التصعيد قبل نحو 9 أشهر وفق مصادر مقربة من حزب الله. هذا ويزيد التصعيد الجديد في الهجمات من مخاوف توسع النزاع بين حزب الله وإسرائيل. وخلال القصف المتبادل بشكل شبه يومي، أسفر التصعيد عن استشهاد 496 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 325 من حزب الله ونحو 95 مدنية وفق بيانات لحزب الله ومصادر رسمية لبنانية. ومن جهته أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل 15 عسكريا و11 مدنيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من بيروت السيد أكرم كمال سريوي، خبير عسكري وقانون دولي إنساني. سيد كمال، يعني بعد التحية وأهلا بك على شاشة قناة النيل للأخبار. إذن كيف تتابع هذا التصعيد المستمر بين إسرائيل وحزب الله في الحدود اللبنانية مؤخرا، ويعني الرد والرد المتبادل بين الجانبين؟ تحياتي لك يا أستاذ علاء ولجميع المشاهدين.
الحقيقة أن من الواضح يعني أن نتنياهو وحكومته يريدون الاستمرار هذه الحرب، وكلما كان هناك نوع من المؤشرات حول التهدئة أو حول تسوية ما تقوم إسرائيل بافتعال نوع من التصعيد، كان في غزة أو على جبهة لبنان، أن تقوم باغتيال قائد معين في المقاومة أو أن تقصف المدنيين أو تستهدف يعني منشآت مدنية، وبالتالي واضحة النية الإسرائيلية في استمرار التصعيد، خاصة بعد أنه كان يعني منذ يوم الثلاثاء هناك اجتماع بين هوكشتاين ولوديريان في باريس، وكان هناك بحث في مسودة تسوية على الجبهة اللبنانية، لكن يعني استبق الإسرائيلي هذا الاجتماع وهذه المباحثات بنوع من التصعيد، وبالتالي المقاومة ترد على كل تصعيد، لكن ما زلنا نرى أن الرد المقاومة يعني يستهدف بشكل رئيسي المواقع العسكرية الإسرائيلية، ويعني لا يتوجه حتى الآن نحو المدنيين أو المستوطنات المدنية. هذا الأمر يعني إذا نظرنا إلى ما يريده الإسرائيلي واضح يعني أن في غزة هو يعطل عملية التوصل إلى أي اتفاق، وعندما وافقت حماس في المرة الأولى على الصفقة ذهب يعني بنيامين نتنياهو وتراجع عن الموافقة عن هذه الصفقة التي أعلنها بايدن. أيضا على الحدود اللبنانية هو لا يريد تسوية، كل ما يريده هو فرض شروط استسلام، يعني عندما يتحدث عن حل جزئي في غزة ويقول بأنه يقبل بهدنة لستة أشهر تعيد الأسرى، ولكنه سيستأنف هذه الحرب بعد ذلك وسيستأنف مشروعه في قتل وتدمير الفلسطينيين، إذا هو فعليا لا يريد أي صفقة ولا يريد التوصل إلى أي اتفاق، وهذا أيضا ينسحب على جبهة لبنان، لأن يبدو أن نتنياهو بات لاعبا مهما في الانتخابات الأمريكية، وهو لا يريد أن يقدم لبايدن أي يعني مساهمة تدعم ترشحه، على العكس هو يعلم أن إطالة أمد الحرب واستمرار الحرب يخدمان يعني حظوظ صديقه دونالد ترامب، وبالتالي أعتقد أن يعني هذا هو المسار الرئيسي. ويعني نسمع من وقت لآخر أن هناك خلافات في إسرائيل حول يعني إدارة هذه المعركة، حول الصفقة، حول استعادة الأسرى، وما أريد أن أقوله لك بكل صراحة يعني أن الخلافات في إسرائيل هي ليست في الجوهر، يعني لو وصل غانتس أو لبيد إلى رئاسة الحكومة لن يكون أقل سوءا ولا أقل دموية من نتنياهو. الاتفاق موجود بين الطرفين على قتل الفلسطينيين وعلى يعني تصفية القضية الفلسطينية، لكن الخلاف يدور حول شيئين، أولا من سيكون في سدة الرئاسة بينهم، هذا تنافس طبيعي بين زعماء إسرائيل، والتنافس الآخر يعني طريقة إدارة هذه المعركة، يعني فيما كما ذكرت يعني نتنياهو يريد استمرار الحرب خدمة لحظوظ ترامب في الترشح، تريد المعارضة على العكس يعني أن تقدم خدمة لبايدن وأن لا تخوض هذه المعركة دون موافقة ودون يعني تغطية من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم سيد أكرم، ولكن ماذا عن قدرة الجانبين العسكرية؟ يعني نتحدث هنا عن إسرائيل وأيضا حزب الله اللبناني، ماذا عن قدرتهما العسكرية للمواصلة والاستمرار في هذا التصعيد والرد المتبادل بينهما، خاصة أن القوات الإسرائيلية يعني لها أكثر من 9 أشهر في عدوانها وفي الإبادة أو الجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يعني قدرتها هنا على الاستمرار والتوسع في جبهة أخرى إضافية؟ يعني لا شك الجيش الإسرائيلي يعاني من مشاكل عديدة كما تتحدث الصحف الإسرائيلية وكما يتحدث الضباط الإسرائيليون، هم يتحدثون عن مشاكل عديدة داخل الجيش، عن نقص في الذخيرة، نقص في العديد، رفض للأوامر، عدد كبير من الذين يتم استدعائهم للمرة الثانية إلى الاحتياط يرفضون الالتحاق، هناك يعني تمرد
من عدد كبير من الجنود على قياداتهم، لا ثقة بين الجنود والضباط، هناك تكتم إسرائيلي على عدد القتلى. يعني ذكرت في التقرير أن هناك إسرائيل قالت بأن هناك 15 قتيل على جبهة لبنان، فيما سمعنا منذ أيام أن مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة تحدثت عن أكثر من 150 قتيل و15 ألف إصابة على جبهة الشمال أي مع لبنان. إذن الإسرائيلي يتعمد أن يضلل الرأي العام، يتعمد يعني أن يخفي الحقيقة عن الإسرائيليين، لكن من الواضح أن الجيش ليس في أفضل حالاته على أكثر من صعيد. وأنا أعتقد أكثر من ذلك، لقد جرى اختبار قوى أكثر من مرة، يعني إسرائيل جربت واختبرت قوة حزب الله ومدى قدرته على الرد، واكتشفت بشكل قاطع يعني خاصة بعد الفيديوهات التي نشرها حزب الله عن استهداف مراكز مهمة ومواقع مهمة، وصور هذه العمليات بشكل دقيق، ثم عن المسح الجوي الذي أجراه لعدة أهداف من تل أبيب إلى حيفا إلى شمال يعني فلسطين المحتلة، وحدد بنك أهداف كبير. إذن إسرائيل باتت تعلم يعني وهي شبه متأكدة بشكل مطلق بأن هناك رد قوي جدا، وأن حزب الله قادر على أن يقوم بإلحاق ضرر كبير بإسرائيل في حال أقدمت هي على إلحاق أضرار كبيرة في لبنان وتوسعة هذه الحرب. وبالتالي هناك يعني نوع من الرعب المتبادل، نوع من التوازن القوى، نوع من يعني صحيح إسرائيل تملك قوة جوية تدميرية كبيرة، لكنها بكل يعني الحسابات الدقيقة تحسب حساب الرد، وتعلم أنها قد تكون يعني الردود فعل حزب الله أكثر بكثير مما لديها قدرة واستطاعة على تحمله. النقطة الأهم أعتقد من كل ذلك أن ما هي الأهداف التي تريد أن تحققها إسرائيل من خلال الحرب، من خلال الحرب الشاملة أو من خلال عملية عسكرية. الهدف المعلن لدى إسرائيل هو يعني خلق منطقة عازلة لإعادة المهجرين من مستوطنات الشمال، لكن يعني هذا أعتقد من المستحيلات، وإسرائيل تعلم أنها لا يمكن أن تحقق هذا الهدف عن طريق افتعال الحرب الشاملة ولا عن افتعال حرب محدودة، وبالتالي لا يمكن تحقيق هذا الهدف سوى عبر حل دبلوماسي، وهذا الحل الدبلوماسي مرتبط بشكل أساسي بوقف العدوان على غزة. يعني سيد أكرم، هنا إلى أي مدى هو بالفعل الحل الدبلوماسي متوقف على وقف العدوان على قطاع غزة؟ نتحدث عن يعني بحث والتفاوض حول هذا المقترح والجهود المختلفة، جهود الوساطة المختلفة للتوقف بالفعل عن يعني استمرار هذا العدوان. فإذا فرضنا أنه بالفعل تم التوصل إلى اتفاق وتوقف هذا العدوان على قطاع غزة، إلى أي مدى سيؤثر ذلك على الجبهة اللبنانية وينهي أيضا هذا التصعيد هناك؟ يعني حزب الله كان واضحا في موقفه أعتقد، وأبلغ ذلك بشكل واضح وصريح للوسطاء وخاصة لعام سوبشتاين، بأن في حال توقف العدوان على غزة تتوقف يعني العمليات على جبهة جنوب لبنان. لكن هل يبقى الإسرائيلي مستمرا في الحرب؟ أنا أعتقد نعم، الإسرائيلي نتنياهو تحديدا لديه مصلحة في استمرار الحرب، حتى لو توقفت في غزة أو ذهب إلى هدنة معينة في غزة قد يسعى إلى تصعيد الصراع في لبنان. وهو حتى الآن يعني كما ذكرت لا في غزة يريد أن يتوصل إلى صفقة عادلة، ولا في لبنان. يعني كل العروض التي قدمت إلى لبنان هي تطلب من حزب الله الانسحاب 10 كيلومتر عن الحدود، وعدم تشكيل خطر ووقف اطلاق النار، وعدم تشكيل خطر على الجيش الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية، دون أن تقدم إسرائيل أي مقابل. يعني حتى القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن والذي لم تطبقه إسرائيل منذ عام 2006 حتى اليوم، هي حتى الآن لا تعلن أنها مستعدة لتطبيقه، لا تعلن أنها مستعدة لوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية جوا وبحرا وبرا. على العكس، يعني إسرائيل تطلب أن تفرض شروطها، يعني نتنياهو ما زال يريد فرض الشروط. لكن الواقع الميداني لا في غزة ولا على جبهة لبنان يسمح لنتنياهو بفرض شروطه، لا على المقاومة الفلسطينية ولا على المقاومة في لبنان. وبالتالي هذه هي معضلة نتنياهو الأساسية،
التي يعني يحاول أن يخرج منها. نعم. إلى ما يسميه خفض التصعيد. نعم. سيد أكرم سريوي الخبير العسكري وخبير القانون الدولي الإنساني، كنت معنا على الهواء مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. ونتحول إلى الملف الأخير في هذه التغطية، نتابعه معكم ولكن بعد هذا الفاصل. بدأ البريطانيون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تصعد بحزب العمال بزعامة كير ستارمر إلى السلطة، وتطيح بحزب المحافظين الذي ينتمي له رئيس الوزراء ريشي سونك من سدة الحكم بعد 14 عاما غلب عليها الاضطراب. بعد سنوات صعبة عاش خلالها البريطانيون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي والأزمة الاقتصادية والاجتماعية وانتشار كوفيد وعدم استقرار سياسي مع تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء محافظين عام 2022 وخمسة منذ عام 2010. يتطلع الناخبون للانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تأتي بحكومة من حزب العمال بعد 14 عاما من حكم المحافظين، حيث فتحت مراكز الاقتراع في بريطانيا أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تشمل 650 دائرة انتخابية في إنجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، فيما تم تجهيز 40 ألف مركز اقتراع في المملكة المتحدة لاستقبال الناخبين المسجلين البالغ عددهم 46 مليون شخص. استطلاعات الرأي تشير إلى أن حزب العمال المنتمي ليسار الوسط يتجه لتحقيق فوز كبير على حزب المحافظين الذي يسيطر على مقاليد الحكم لمدة 14 عاما. وبجانب حزبي العمال والمحافظين توجد أحزاب أخرى تسعى إلى كسب ثقة الناخب البريطاني كحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب الخضر وحزب إصلاح بريطانيا وحزب عمال بريطانيا. وقد تلعب هذه الأحزاب دورا في حسم من سيتولى مقاليد الحكم في المملكة المتحدة لسنوات خمس مقبلة، وتشكل حرب غزة عاملا مهما في تحديد اتجاهات الأصوات خلال الانتخابات العامة في بريطانيا. ويبدو أن حزب العمال في موقف حرج بسبب خيبة الأمل التي يشعر بها الناخبون من أداء الحزب تجاه القضية الفلسطينية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من القاهرة السيد نبيل الناجي عضو مجلس اللوردات البريطاني. سيد نبيل، بعد التحية، إلى أين يتجه المشهد في المملكة المتحدة في ضوء استطلاعات الرأي والتصويت حتى الآن في هذه الانتخابات؟ مساء الخير يا فندم. هو في الواقع أن استطلاعات الرأي تشير في الفترة الأخيرة إلى تقدم حزب العمال، وأعتقد أن الكفة في صالح حزب العمال. سيد نبيل الناجي عضو مجلس اللوردات البريطاني، عذرا على المقاطعة، لنذهب إلى متابعة هذا التقرير الآن. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة السابق تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيساً لمجلس الدولة. أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين. يعين السيد المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحترم الدستور والقانون. وفي هذا السياق أعرب السيد الرئيس
عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكدا مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون، ومشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن. إذن مشاهدينا، تابعنا معكم تقرير حول يعني السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم شهد أداء حلف اليمين لكل من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيسا لمجلس الدولة، وأيضا المستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيسا لهيئة النيابة الإدارية، كما أيضا كرم السيد الرئيس ومنح سيادته وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لرؤساء الهيئات السابقين، وأيضا أشاد بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن. إذن مشاهدينا، هنا تنتهي هذه التغطية المباشرة التي امتدت معكم على مدار ما يقرب من الساعة. شكرا لكم، ومستمرون معكم دائما على شاشة قناة النيل للأخبار. ابقوا دائما معنا، إلى اللقاء.